أهلا بكم من جديد. هذا المساء اعتمد اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا حول اليمن يشيد بخطة مساعدات التحالف في هذا البلد. بيان مجلس الأمن دان قيام ميليشيا الحوثي بتعريض البدنيين للخطر وتهديدهم للملاحة البحرية، داعيا إلى تفتيش السفن الآتية إلى اليمن لمنع تهريب السلاح. أيضا تحدث بيان مجلس الأمن حول الميليشيات بطبعا دعوتها لوقف تجنيد الأطفال، شاجبا بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية. المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي رحب بالبيان الصادر حول اليمن من رئاسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن البيان يعكس التزام المجلس بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع بناء على المرجعيات الثلاثة للحل. نرحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن ونؤمن بأن البيان يعكس التزام المجلس بإيجاد حل سياسي في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الأخص القرار 2216. البيان شدد أيضا إدانة المجلس للهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الحوثيين بالصواريخ البالستية التي زودتها إيران، كما جدد المجلس دعواته لجميع الدول باحترام الحظر على إرسال الأسلحة والذخائر للمتمردين الحوثيين، ورحب بالمنحة المقدمة من السعودية والإمارات بمبلغ 1 مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن. وأكد المعلم أن الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي على الشرعية في اليمن هو السبب في سقوط العدد العديد من الأطفال الأبرياء، وأيضا في المعاناة التي يتكبدها الشعب، مشيرا إلى أن التحالف العربي أطلق العديد من المبادرات الإنسانية بهدف تخفيف تلك المعاناة ودعم وإغاثة اليمنيين. إن القتل الأبرياء من الأطفال في اليمن والمعاناة التي يتكبدها اليمنيون كان سببها المتمردون الحوثيون الذين اختطفوا البلد وسيطروا عنوة على مؤسسات الدولة خارج إطار الشرعية وحتى خارج الإطار الذي وافق عليه الحوثيون أنفسهم، وهذا هو سبب معاناة الشعب اليمني. التحالف أطلق مبادرة إنسانية تتضمن العديد من الجوانب بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بهدف تخفيف معاناة اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستأتي بالعديد من الإيجابيات. وإلى ضيفنا من نيويورك السفير خالد اليماني المندوب اليمني في الأمم المتحدة. مساء الخير سعادة السفير، وأهلا فيك من جديد بحدث اليوم. أهلا سعادة السفير، أهلا فيك. بدي أسمع تقييمك طبعا من خلال كل هذه المعركة والمهمة الصعبة اليمنية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، تقييمك لليوم البيان الذي خرج عن المجلس. كما أشرت أختي العزيزة، فقد رحبنا بالبيان الصادر عن مجلس الأمن. هذا البيان أخذ قرابة 2 شهر من النقاش والتفاوض بين أعضاء مجلس الأمن وبيننا من خلال العضو العربي في المجلس دولة الكويت الشقيقة. نعم. لقد بذلت الكويت جهود كبيرة من أجل التوصل إلى هذا البيان بصيغته الحالية، وهو بيان كما تعرفين يلخص الحالة الإنسانية. هذا ما يسمى بالبيان الرئاسي الذي يلخص بمجمل العناصر الإنسانية في الأزمة اليمنية، فهو يتحدث عن معاناة الشعب اليمني، معاناة قرابة 22 مليون نسمة من اليمنيين حسب إحصائيات الأمم المتحدة، ويتحدث عن مسؤولية الطرف الحوثي عن جوانب كبيرة من تلك المعاناة وعن تفاقم الأزمة، رغم محاولات الأطراف التي تقف دفاعا عن إيران. إن البيان هناك حضور كبير لإيران في البيان، لم يتم الإشارة بالاسم إلى إيران، ولكن الإشارة إلى الصواريخ التسيارية، الصواريخ التي تم إطلاقها إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية، صواريخ ذات الصنع الإيراني، الإشارة إلى استخدام الألغام البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وهي تكنولوجيا إيرانية واستخدمت في مواقع أخرى في الخليج،
وكل هذا إشارة إلى الدور التدميري لإيران. البيان يشير إلى المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والجهود التي تبذل من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب اليمني. هناك بالتوازي خطة خاصة للتحالف فيما يتصل بالأعمال الإغاثية، فتح المنافذ، هناك مسار جوي متواصل بين المملكة وبين مأرب لإيصال المساعدات وتجميعها في مأرب حتى يتم توزيعها على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. هناك تسهيلات فيما يتحصل بتركيب الرافعات في ميناء الحديدة ورافعات أخرى ستضاف إلى موانئ عدن والمخا والمكلا، كل ذلك من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستيعاب واستقبال المساعدات الإنسانية والمساعدات والمواد التجارية الأخرى. البيان أيضا يشير إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحن كنا نؤكد دائما أننا بحاجة إلى تطوير، وهذا ما لم نقله نحن بل قالته فرق الأمم المتحدة الخاصة. نحن بحاجة إلى تطوير آلية الأنفم لفرض رقابة دقيقة لعدم وصول الصواريخ ومكوناتها إلى الأطراف. هذه النقطة صحيح سعد سفير، هذه النقطة واضح بأن واضحة بالبيان، لكن كيف يمكن؟ نحن نتحدث عن بيان رئاسي غير ملزم، أكيد صحيح هو مهم بس غير ملزم، لذلك أريد أن أفهم يعني مثلا بنقطة من هذا النوع أكيد في تطور بالموقف أكثر فيها باتهام الإيراني، ولكن كيف يمكن أن يكون لها فعالية على الأرض؟ الآن الآليات التي يعمل فيها المجلس أخت نجوى تشتمل على القرارات، قرارات مجلس الأمن، وهناك صنفين من القرارات، هناك القرارات الصادرة وفقا للفصل السابع وهي قرارات تحمل أدوات إنفاذ وقوة في القانون الدولي، وهناك القرارات التي تعلق على ظواهر سياسية وتنتقد ظواهر سياسية أو تجلب حالات خروج عن القانون الدولي، وهناك في المرتبة الثانية البيانات الرئاسية وهي بيانات تحتاج إلى إقرار الدول الأعضاء بمجملهم في مجلس الأمن، لا يمكن أن يمر البيان الرئاسي بدون موافقة الدول الأعضاء. وهناك البيانات الإعلامية أو البيانات الإعلامية تحتاج أيضا إلى موافقة ولكنها أقل وطأة والتزام. فالبيان الرئاسي يعتبر وثيقة هامة جدا لأنه يشكل أساس لقرارات مستقبلية قد تصدر عن مجلس الأمن. فاللغة التي يتم التوافق عليها في البيان هي لغة يمكن استخدامها في المستقبل في إصدار قرارات أكثر قوة وأكثر نفاذ في صادرة عن المجلس. من هنا ننظر إلى أهمية مثل هذه الوثيقة باعتبار أنها تشيد بالجهود التي تقوم فيها دول التحالف في قيادة المملكة العربية السعودية، وتشيد بالجهود وتؤكد على أهمية أن نعمل معا من أجل تخفيف أعباء الأزمة الإنسانية وضرورة التوصل إلى حل سياسي وفقا لمرجعيات الحل في اليمن المعروفة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأبرزها القرار 2216. طيب سعادة السفير، التطور إذا بدنا نحسب طبعا كل الطريقة اللي تم التعاطي فيها بمجلس الأمن مع الشأن اليمني منذ أزمة الانقلاب وحتى اليوم، اليوم كان من الواضح بمؤتمرك الصحفي مع السفير المعلمي بأنه كنتم مرتاحين جدا إلى هذا البيان، ربما من المفيد أن أسألك هنا عن مدى يعني ارتياحك أو تقييمك لأجواء مجلس الأمن من بداية الأزمة وحتى اليوم، كيف تطورت على الأقل بتقارير الشرعية والتحالف؟ هذا سؤال مهم أخت نجوى، لأننا من خلال عملنا مع أعضاء مجلس الأمن نحرص على توفر عناصر ثلاث، ربما أن يبقى المجلس موحدا حيال الأزمة اليمنية، وأن يبقى المجلس ملتزما بخطه التاريخي فيما يتصل بقراءته للأزمة اليمنية أن هناك تمرد وهناك شرعية في اليمن، وبالتالي ينبغي أن ينحسر هذا التمرد حتى تستعيد الشرعية وتستعيد الدولة إمكانيتها في اليمن ويعود الأمن والسلام في اليمن. فهذه القراءات لا زالت موحدة في المجلس رغم وجود محاولات من بعض الأطراف لإضافة قراءات أخرى. وهناك أيضا رغبة لدينا
للتأكيد أنه لا يمكن الغلو في الحديث عن الجانب الإنساني أو التفكير بأن المجتمع الدولي كفيل بحل المشاكل الإنسانية للمجتمع اليمني. هناك 27 مليون يمني، لا يمكن مهما كان المجتمع اليمني قادر على تقديم المساعدات أن يقدم لهم ما يكفي، بل أن الحل ينبغي أن يكون حلا سياسيا. ولا يمكن لنا أن نركز في أن التركيز على الجانب الإنساني يعني استدامة وضع الحرب وأمد الحرب في اليمن. فنحن نريد من مجلس الأمن التركيز على قضية المخارج السياسية ومرجعيات الحل واضحة. ولهذا كانت رسالتنا بالأمس حينما التقينا بالسيد مارتن جريفيتس بأننا نشد على يده بأن يقدم بتقديم خطوات من أجل السلام. ما توصلنا له بالكويت كان كفيلا بأن يضيء الكثير من الطريق أمامنا للتوصل إلى حل. ينبغي أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط. وأنا أريد أن أقول لو سمحتي لي فيما يتصل بموضوع الإشكاليات التي نواجهها في مناطق سيطرة الحوثيين. البيان بدون الإشارة للحوثيين يشير إلى العوائق، إلى سرقة المعونات، إلى عدم إيصالها إلى وجهتها. كل هذه أنا سبق وأن في تاريخ أرسلت رسالة إلى السيد الأمين العام في شهر نوفمبر الماضي. نعم. واشتكيت للسيد الأمين العام حول سرقة المواد الإغاثية والعوائق التي تعترض طريق العاملين في المجال الإنساني. وفي الشهر الحالي في تاريخ 5 من هذا الشهر قدمت نقابة العاملين في الأمم المتحدة في اليمن رسالة إلى المساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تشكو فيه من المضايقات والاحتجازات والاعتقالات والتعذيب الذي يتعرض له العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرة الإنقلابيين بالاسم، وتشير إلى السجون التي تم السجن فيها، حجز الحريات العاملين في الجانب الإنساني. وكل العاملين في مع المنظمات الإغاثية من اليمنيين يتعرضون للتنكيل، وقد سبق وأن أشرنا إلى هذا إلى السيد الأمين العام. ونحن نطالب مجلس الأمن أن لا يكتفي بهذه العبارة الفضفاضة، بل ينتقل إلى صياغات أكثر وضوح بالقول للحوثيين أنهم يقومون بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، أنهم يقومون بزيادة معاناة الشعب اليمني، ويقومون بسرقة هذه المساعدات، وينبغي إيقافهم عند حدهم. طيب، بس مجلس الأمن، يعني نحن تقريبا عندنا صورتين متشابهتين من العالم العربي يعني قضيتين كبيرتين بالعالم اليوم هم سوريا واليمن، بس نفس الصورة من مجلس الأمن. مجلس الأمن مقفل أمام أي إجراء فعلي حقيقة سعادة السفير. واليوم يعني كمان صار عندنا ثالث مبعوث أممي، ما بعرف إلى أي مدى ترى بأنه ممكن أن يكون موفقا أكثر من سلفيه ليأسوا، يعني واضح بأنه خرجوا يائسين من الأزمة. أخت نجوى، هذه دهاليز السياسة الدولية. يعني هناك الكثير من الجهد ينبغي أن يبذل، وأن لا نتوقع أن تكون نتائج فورية. هناك جهد مطلوب مننا أن نقوم به، مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بفضح السياسة التوسعية الإيرانية بذلنا مجهود كبيرة جدا، وصدرت وثائق عن الأمم المتحدة تدين التدخل الإيراني في اليمن، وتدين إرسال إيران للصواريخ التسيارية إلى اليمن، وتدين. ولكن الأمين العام حتى اليوم لا زال يتوقع أن يكون هناك المزيد من العمل. هناك دول صديقة لإيران تعمل على استخدام الملف الإيراني ضمن أوراق المساومة السياسية في العلاقات الدولية. أنت تعرفين الوضع بين أوروبا اليوم وروسيا، حالة الاحتقان في السياسة البريطانية الروسية، التضامن الذي أبدته السياسة الأمريكية تجاه هذا الموضوع. هناك الكثير من الاستخدام لهذه الأغراض، ونحن نتمنى أن يتم إزاحة التدخلات الإيرانية حتى ريثما نتمكن، ويتمكن المبعوث الجديد السيد مارتن جريفيتس من إنجاز المهمة بجمع الأطراف اليمنية والتوصل إلى اتفاق وفقا لقرار 2216. نعم. طيب، بالشؤون اللي الأمم المتحدة ومؤسساتها عادة حساسة جدا فيها وأتت بالبيان
اللي شفناه منها مثلا موضوع الأطفال والتجنيد إضافة إلى الوضع الإنساني. في إشادة بتطور الوضع الإغاثي من جانب التحالف والمملكة العربية السعودية، ولكن المجتمع الدولي ماذا يقول بعدم قدرته لا على فرض أي يعني شيء بمناطق اللي خاضعة للحوثيين ولا على إيقاف عملية تجنيد الأولاد؟ نحن كل ما نتمنى على المجتمع الدولي أن ينتقل خطوة متقدمة باتجاه فضح الطرف الانقلابي فيما يتصل بالانتهاكات الكبيرة في مناطق سيطرة الانقلابيين. كل الجهود التي تبذل اليوم، لو ذهبت أنت إلى المناطق المسيطرة عليها من قبل الانقلابيين ستجدين أن المواد الإغاثية تباع في السوق. لم يتم التحقيق في هذا الموضوع، تحدثنا مع السيد الأمين العام مرارا، لم يتم التحقيق في هذا الموضوع، ولكن هناك أطفال يتم تجنيدهم بالمئات، بل هناك وثائق قدمت للأمم المتحدة وتم تقديم الأطفال اللي تم احتجازهم خلال في جبهات المواجهات، ولم تقرر الأمم المتحدة بتوثيق هذه والعمل على المزيد من التحقيق في هذا الاتجاه. هناك جهد كبير ينبغي أن يبذل، ونحن نعمل الآن مع مكتب السيدة وكيلة الأمين العام لشؤون الأطفال نزاع المسلح، ومن أجل أن نطور علاقتنا في هذا المجال، ونؤكد باعتبار أننا حكومة مسؤولة، وباعتبار أن التحالف أيضا مسؤول ويحترم القانون الإنساني الدولي ويحترم قوانين الاشتباك ويحترم كل الالتزامات في القانون الدولي. نحن نفتح الأبواب. الذي يدمر اليمن والذي يقتل الأطفال على الأرض. نعم أكيد. بدي أتشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، حدثنا مباشرة من نيويورك. شكرا جزيلا لك سعادة السفير. الآن نتوقف حقيقة مع